إذا مشاهدي الأكارم، ما ورد في هذه الإشكالية من هكذا محاور كبرى ومن تساؤلات نحاول أن نفككها في عدد اليوم بين يدي أستاذنا الكريم الدكتور طه كوزي، الباحث والمختص في الدراسات الفكرية. أهلا وسهلا بك أستاذنا الكريم. أهلا وسهلا، وسعيد جدا بهذه الاستضافة المتجددة. شكرا لك على قبول دعوتي البرنامج. إذا التحول المجتمعي وهاجس الاستلاب أستاذنا الكريم، هذه الفواعل داخل المجتمع الجزائري كيف يتلقاها الأستاذ الباحث طه كوزي؟ كيف يقف منها؟ هل تقف وقفة المتأمل المؤمن بسنة التغيير، أم أنك تقف منها حقيقة كما جاء في العنوان على أساس أنها استلاب ثقافي لهوية مجتمع إلى وقت قريب محافظ جداً؟ ربما الإنسان لما يتأمل الواقع الاجتماعي والواقع النفسي والإنساني لا يملك عليه سلطانا، وهذه من بين السنن الكونية أيضا التي ينبغي أن نؤمن نتوقف عندها ونؤمن بها وأن نسلم بها. أنت إذا كنت تحمل فكرة وتحمل مشروعا تربويا أو فكرة تربوية، لكنك لا تستطيع أن تغير مجرى التاريخ لوحدك. المجتمع له ظروفه، له المصب التاريخي الذي انطلق منه، ثم أيضا جذوره التاريخية التي انطلق منها. اليوم حالة العولمة التي نعيشها مثلا ليست من خيارنا. اليوم لما فتحنا أعيننا على هذا العالم وعلى هذه الدنيا، وجدنا بأن مجتمعاتنا ودولنا تخرج من حالة الاستعمار التقليدي إلى حالة متحررة. حالة التحرر هذه التي شابتها حالة الحداثة وحالة ما بعد الحداثة ثم بعد ذلك، استفادت منها قوى عالمية لأنها أرادت من هذا العالم أن يكون ربما هو المستهلك لما تنتجه، وأن تكون هي المصنع ونحن المستهلكون، تكون هي المنتج ونحن التابعون. بهذا المنطق الإنسان، هذه المعادلة الكونية وهذه المعادلة العالمية لا يستطيع الإنسان يحلها من أول وهلة، وإنما ينبغي أن ينظر إلى جذورها، إلى أسبابها، ثم إذا فهم مثل ما يقول ملك بن نبي، إذا فهم الأسباب عليه أن يطرح السؤال الثاني: كيف أتموقع مع هذه الأسباب لأكون فعالا بعد ذلك؟ وهذه هي الفعالية. فقط أنا أشم ريحة التشاؤم وأجدها في كثير من الخطابات والكثير من القراءات للواقع، وفي بعض الأحيان على الطرف النقيض أجد تفاؤلا ساذجا هكذا مفتوحا على كل احتمالات، وكان الواقع وردي تسليم بما هو موجود دون مقاومة. موقفان الفكريان على طرفي النقيض كلاهما غير منتجين في النهاية. صحيح. التشاؤم هذا المطلق والقنوط الكلي عما نعيشه في يومياتنا، أو التفاؤل الساذج الوردي الذي لا يتخذ الأسباب ولا يتحمل العمل والجهد واتخاذ الأسباب، كلاهما لن ينتج واقعا مختلفا. الوعي، التأمل، النظر، التفكير في ما نحن عليه بمسؤولية، ثم بعد ذلك اتخاذ الموقف التربوي والفكري والاجتهادي الضروري، بهذا سيتغير الواقع في المدرسة أو في الإعلام أو في الجامعة أو في أي مجال. نعم أستاذنا، عادة التغيير الاجتماعي وإحداث الأثر داخل المجتمع، هل باعتقادك، قبل أن نأتي إلى التمظهرات والمظاهر داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية والجزائر جزء منها، هل باعتقادك لابد من يعني بعد أو بحث نظري بداية في دراسة الرب كما قلت الأسباب والنظريات التي أصبحت تسير النظم الاجتماعية والنزعة المادية وكما قلنا الحداثة وبعد الحداثة؟ بمعنى، هل لابد من بحث أكاديمي نظري يجدد المفاهيم يصححها بعد ذلك نأتي إلى الميدان، أم أنه في ظل هذا التسارع لابد أن ننطلق مباشرة إلى الميدان و محاولة ربما إيجاد يعني هكذا فضاءات بديلة لما يطرح عادة نسميه الغرب أستاذنا؟ لما نتحدث عن سياقات التنشئة الاجتماعية والمحركات الاجتماعية في أمة ما، نحن نتحدث عن ربما عن صناعة سياسات. الإغال في البحث والإغال في التنظير بعيدا عن ممارسة العمل وممارسة الفعل، هذا سيؤدي بنا إلى ربما طروحات نظرية لا علاقة لها بواقع الناس. اليوم الناس لديهم انتظاراتهم، لديهم أسئلتهم، لديهم إكراهاتهم التي يعيشونها في يومياتهم. ما نجده في كثير من الأحيان من إغال في التنظير والتقعير بين المزدوجين في بعض الأحيان يبعد الناس عن الاهتمام بالعلم في حد ذاته والمعرفة، لأنه بين قوسين لا يجد لهذا الخطاب صدى وأثر في الواقع. وهذا تحدي كبير. اليوم الجامعة، الأستاذ، المفكر، الباحث يفقد موقعه الريادي في المجتمع لصالح أشباه العلماء وأشباه المثقفين،
ولصالح بعض المؤثرين الذين لا يستحقون كل ذلك الحجم المتابعين لما يصنعونه ربما في بعض الأحيان من تفاهة أو غيرها، ولكن لسبب آخر، لأنهم يلامسون شغاف قلوب الناس وانتظاراتهم. فهل يمكن أن نؤسس وأن ننتج وأن ننجب نخبة يدها أو يسمعها الأول في مصادر الفكر ومصادر البحث ومصادر التنظير، ولكن سمعها الثاني جارحة في النظر وجارحة في العمل، عين على المصادر الفكرية والبحثية والتنظير، وعين أخرى على واقع الناس وهمومها في الشريعة الإسلامية الذين فقهوا الشرع وفقهوا الواقع. اليوم أوغلنا وبالغنا في بعض الأحيان إلى حد التطرف في التنظير بعيدا عن هموم الناس. فلهذا أعتقد بأن أنا على مذهب المسير في هذا الأمر، الأستاذ عبد الوهاب المسيري لما يقول أن آفة المسلمين في هذا العصر أن الله سبحانه وتعالى حتى في بيداغوجيته معنا في تربيتنا من خلال القرآن الكريم، أن مشكلتنا في هذا العصر نبتدئ بالله ثم نبحث عن الإنسان، والأولى أن ننطلق من الإنسان ثم نبحث عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا تنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقع الحادثة، المصيبة، التحدي الاجتماعي، ترى رأي العين تماما، ثم يبحث بعد ذلك عن الترياق الذي يكون في آية من القرآن. حتى حادثة الإفك في حد ذاتها، لو كانت حادثة الإفك بطريقة أخرى تربوية وبيداغوجية لن يكون الدرس واضحا ومفهوما وواقعيا ونافذا في قلوب الناس وعقولهم وفئدتهم إلى اليوم إلا من خلال تلك الصيغة البيداغوجية. الأمر نفسه بالنسبة إلينا اليوم لما ننظر إلى واقع الناس نجد أن هناك أسئلة كثيرة في التكنولوجيا، في بلوك تشينز، في الواقع الإلكتروني، في الفيديو جيمز والألعاب الفيديو والمعاملات المالية والفوركس وغيرها من التداول والأسهم الإلكترونية وكل هذا والعملات الإلكترونية المشفرة والدول الإلكترونية الآن ليبرلاندز الآن موجود. ولكن لما تنظر إلى الخطابات، إلى الحديث، إلى خطب الجمعة، إلى الطرح النظري الذي مدرجات الجامعة إلى آخره، نجد أنفسنا بين كوكبين وبين عصرين وبين قارتين، أحدهما لا يستمع إلى الآخر. هذا الانفصام يعزز التفاهة، يعزز المصدرية للمؤثرين الإلكترونيين. هناك مؤثرون إلكترونيين بالمناسبة لديهم قيمتهم، لديهم قيمة مضافة على الأقل علمية، ولكن يعزز التفاهة بالنسبة للمؤثرين الإلكترونيين من يصطنع التفاهة من أجل المتابعين، فيفقد بعد ذلك العلم، العالم، الحكيم، الحكمة، تفقد كل صدى لها في قلوب الناس وعقولهم. نعم، وكأنك مهدت لي الحديث أو طرح سؤال متعلق بالتربية عن طريق هذه الألعاب الإلكترونية، للأسف لأنها أصبحت جزء من حياة أبنائنا، من حياة أطفالنا. فيه الدراسة في سنة 2015 تحدثت عن الحضور الألعاب الإلكترونية في حياة الطفل الجزائري. النتيجة توصلت إلى أنه 3 ساعات يوميا يقضيها الطفل الجزائري مع هذه الألعاب الإلكترونية، ولا يوجد تدخل مباشر من طرف الوالدين في اختيار اللعبة، بمعنى الطفل هو الذي يختار، حتى النسبة حوالي 58% الأطفال هم الذين يختارون هذه الألعاب. وكما عندما نقول اللعبة الإلكترونية الآن أصبحت مضمنة أيضا بكثير من القيم، منها الصراع، منها ربما العنف، منها الأنانية، منها يعني ما هو موجود عبر هذه الألعاب. هل حقيقة هذه الألعاب الإلكترونية أو التكنولوجيا بصفة عامة أيضا أصبحت فضاء من فضاءات التربية أستاذ، تضغط على المربي، على الولي، وعلى المعلم، وعلى الأستاذ؟ اهتممت لعدد من السنوات بموضوع الألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، وأول اهتمام لي بالنسبة للمناسبة كان سببه كاتب مسيحي في معرض وفي مؤسسة تابعة الأكاديمية الأمريكية للديانات في ميريلاند، فوجدته يتساءل هل ابني الآن الذي يجلس على لعبة الفيديو وهو خاشع تماما، هذا الخشوع الذي نبحث عنه في الكنيسة ولا نجده، ثم نجده عند لعبة الفيديو. فوجدت في ذلك المؤتمر اليهودي المسيحي لا أدري، الجميع يتساءلون عن هذا الأمر السؤال. والمسلم الذي يمتلك على الأقل قيمة أخلاقية ويمتلك منصة وقاعدة للانطلاق الإجابة عن أسئلة العصر، للأسف تجده لا يزال في بعض الأحيان متثائبا، كسولا عن البحث، يعني في الانطلاق في طرح السؤال تماما. زرت أحد مقاهي الإنترنت في سنة 2011 و12، وجدت عدد من الشباب يلعبون لعبة GTA. في ذلك الزمن كانت جديدة، الآن GTA 4 وغيرها، فاضطريت أن ألعب هذه اللعبة ليفهم هذا الواقع الافتراضي الجديد، هذا الأسر بالنسبة للأطفال تماما. اكتشفت بأنه جيلنا نحن جيل سوبر ماريو وغيرها من الألعاب الكئيبة تلك، لا علاقة له بهذا الواقع الجديد. هناك ما يسمى بالواقع المادي،
الذي تحدث عنه كثير من الفلاسفة في تركيبيته وتحدياته الأخيرة مثل إدغار مورا مثلا، نحن يتحدث عن لا كومبليكسيتي دو ريال، ولكن هناك واقع جديد وهو واقع ليس مساحة يلجأ إليها الإنسان في تفاعله، هو واقع جديد وهو الواقع الافتراضي. ينبغي أن يؤخذ على من أنواعه الفيار الفيرتشوال رياليتي، من أنواعه الأوغمانتد رياليتي مثلا، كل هذه أنواع الواقع الجديد الذي يعيشه الناس. بمعنى أنني حين أكون في عائلة، إذا كان الإبن ينتمي إلى عالم الفيار وينتمي إلى كوكب آخر ولا ينتمي معك إلى نفس المكان، أخرى عادات أخرى تقاليد أخرى نظم منعكسات ساعة بيولوجية أخرى مختلفة تماما عادات أخرى وحتى منطلقات دينية أخرى. أعطيك مثال بسيط، جريت بحث بسيط على لعبة فيديو في السنة الماضية، وجدتها من لعبة فيديو أسسها الجيش الإسرائيلي المحتل والغاصب لدخول جنوده من خلال نظام محاكاة. المقصد لم يكن لعبة ولكن كان نظام محاكاة ليمرن جنوده الإسرائيليين للدخول إلى جنوب لبنان ولا قطاع غزة. ثم بعد ذلك تجد بأن وجدوا بأن نظام المحاكاة هذا ممتاز، طوروا منه لعبة وسوقوها، والآن هي تلعب في الكثير من الدول العربية. ربما هنا الفارق، هنا البون الواسع الكبير، ربما مرتبط بالقضية الفلسطينية والأقصى إلى آخره من خلال الأبجديات واللغة ومنطلقات دينية إلى آخره، ولكن الفتى الصغير الذي نتركه في الصالة لساعات طويلة، 3 ساعات يعني إحصائية متفائلة جدا. نعم. لأنه في 2015 يعني الدراسات متفائلة جدا، لأنه اليوم نحن نتحدث عن 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات، نحن نتحدث عن شباب يعيشون في الواقع الافتراضي، يخرجون في بعض الأحيان. ينبغي أن ندرس العملية العكسية الآن، كم من الساعات التي يعيشونها في الواقع المادي خارج الواقع الافتراضي. وهذا هو السؤال الآن لدينا الشباب الجزائري، وأنا الاهتمام بهذا الموضوع التقيت بالكثير من الأسر العائلات في محاضرات في ندوات تطرح عليه الكثير من الهموم. لدينا شباب خسر البكالوريا مثلا، لم يخرج من البيت منذ ذلك الزمن لمدة 2 سنين، لا دراسة لا تكوين احترافي لا تكوين مهني ولا شيء، وهو غارق تماما في عالم في واقعه الافتراضي وعالمه الإلكتروني. حتى تجهيز البيت بمعنى بتلك الشاشات وتلك الظلمة وتلك الألوان، محطة لعب التي تساوي 35 مليون سنتيم الآن وتجهز بها الصالونات إلى آخره، هذه أيضا هي أفعال كلها. نحن حين نتحدث عن هذا العالم الإلكتروني له إيجابياته، ولكن بأيدينا غلبنا السلبي على الإيجابي، وغلبنا أيضا أنه دفعنا بأبنائنا إلى مساحات أنه يطبع مع الإسرائيلي من خلال لعبة إلكترونية، يسكر، يزني، يقتل، يسرق، يعتدي وكذا. نعم. ثم بعد ذلك تتساءل من ناحية النفسية والدينية، هل هذا الإنسان من ناحية الذهنية والنفسية هل هذا هو قاتل أم لا؟ صحيح. إنه مارس هذا فعل في العالم الافتراضي، ولكن في الواقع المادي ماذا نقول عنه؟ بعد دراسة طويلة تجده ممن يمتلك قابلية ينابيليتي منطل، لديه الاستعداد ليحمل السلاح، والحمد لله أن السلاح لا يباع ولا يشترى هنا في الجزائر في السياق المدني. ولكن المشكلة الجوهرية أنه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا في آخر واقع ناشفيل في أفريل الماضي، شاب يحمل سلاحا ثم يقتل 7 أساتذة وأربع تلاميذ إلى آخره من خلال ممارسة إدمانه على اللعبة. لماذا؟ إنه أخطر ما في الأمر هو مفهوم ينبغي أن يفهم لدى الأسر والعائلات إلى آخره، هو ما يسمى بالجيميفيكيشن أوف لايف، تحويل الحياة إلى لعبة، بمعنى الدم والدمع والموت والحياة كلها لعبة، مجرد تسلية. والإنسان الغربي لما قطع كل هذه المراحل من الثورة الزراعية إلى الثورة الصناعية إلى المصنع إلى الإنتاج إلى الثورة المعرفية إلى حقق كل شيء في حياته، الآن دخل عصر التسلية. المشكلة في الإنسان الغربي ما هي؟ أنه يجرنا معه شئنا ما أبينا إلى عصر التسلية، ونحن لم نفعل شيء بعده، لم ننجز، لم نصنع مثل ما صنع، لم نمر على مراحل الإنجاز، ويريدنا أن نتسلى معه. رغم أن جد الإنسان الذي يتسلى اليوم على ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة الأمريكية، تجده مثلا معدل العمر في الألعاب الفيديو الآن في الولايات المتحدة الأمريكية 45 سنة للذكور و55 سنة للإناث، يعني تقدم جدا، وهذه مسألة خطيرة، لأن يعني مفهوم التسلية ومفهوم العمر حتى العمر العقلي تغير إلى الأبد بالمناسبة بعد 3G و4G، ولما تأتي 5G حدث لا حرج. نعم. يعني بمعنى أن هذا الإنسان الذي دخل إلى عصر التسلية يريدنا أن ندخل معه إلى عصر التسلية، ونحن لم نؤسس بعده لا مصانعنا، لا عالمنا الزراعي، لا عالمنا الصناعي، لا تغذيتنا الذاتية، لا عالمنا المعرفي، لا أمننا الغذائي إلى آخره. وهذا
مفسروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلون، لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هو يريد منا، وهذه طبعا طبيعة الأمم المنتصرة، لأنه لما أنجز، لما اخترع الكاميرا والمصباح وهذا الميكروفون إلى آخره، استهلكته طبعا. وفي دينه ماذا يقول الإنسان الغربي؟ طالما أنك تقبلت مني ساعة اليد، وتقبلت مني الكاميرا والمصباح، ستتبعني شبرا بشبر وذراعا بذراع في كل شيء، حتى نعم. في التسلية، حتى في الديانة، حتى في الفكرة. نعم، تقبل منا أستاذنا الكريم أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. مرحبا بكم من جديد. موضوعنا لنهار اليوم التحول المجتمعي وهاجس الاستلاب. نتحدث عن كل الفواعل وعن هذه الفضاءات التي دخلت على خط التربية والتنشئة الاجتماعية. لازلنا دائما مع هذا الموضوع مع أستاذنا وضيفنا الكريم الدكتور طه كوزي، الباحث في الدراسات الفكرية. هل خسرنا أستاذنا حتى الفضاءات التقليدية التي كان فيها شكل من التسلية وشكل من الألعاب، وكانت فيها قيم، نتحدث عن المسرح وعن الملعب، هل خسرنا أيضا هذه الفضاءات إلى مقابلة ومقارنة بهذه الفضاءات الإلكترونية، أم أنه يمكن الرهان عليها أستاذنا أيضا في بث قيم هكذا جميلة داخل المجتمع؟ سؤال مهم جدا في الحقيقة. لما نستعين بتخصص اسمه السوشيال انجينيرينج، الهندسة الاجتماعية، هناك هندسة مدنية للعمران، هناك هندسة أيضا تقنية في مجالات مختلفة، ولكن الهندسة الاجتماعية هي أخطر الهندسات على الإطلاق. لما نرسم الجو الذي كنت فيه مثلا في سنة 1999، ستجد بأنك كنت تلعب في الشارع، صحيح، إذن باعتبارك شابا في مقتبل العمر وفتان إلى آخر، لديك صحبة، صحيح، لديك نادي تنشط فيه، مدرسة عمومية، ربما مسجد أيضا ترتاده، صحيح، لديك نادي تلعب فيه، نعم، بمعنى أن هناك بيئة اجتماعية، صحيح، مادية في الواقع المادي، بعيدة عن أي واقع آخر مفترض وافتراضي بكل أنواعه، تعيش في تلك البيئة بمختلف، طبعا لديها تمارس فيه احتياجاتك النفسية يعني تماما، نعم، لديها ساعة بيولوجية مثلا، المغرب هو حدك الأخير لكي تدخل البيت مثلا، صحيح، لا يمكن أن تكون خارج البيت في مكان في مكان لأي آخر. سبب لأي سبب مهما كان مثلا في ذلك الزمن، إذن هناك ساعة بيولوجية، هناك ذوق، هناك حالة، هناك برنامج، هناك رادارات تراقبك، حتى وإن اقترفت إثم مثلا في الشارع سيصل تقرير كامل استخباراتي للبيت الوالد، نعم صحيح. هذا مناخ سنة 99، مناخ سنة 2023 شيء آخر مختلف تماما. الآن المناخ الافتراضي ابتلع كل هذه السياقات الاجتماعية المادية في الواقع المادي داخل هاتف جوال، داخل سمارت فون وسمارت، أيضا طابلات ذكية إلى آخره، فابتلع كل السياقات. لما تجد الآن الإبن في يمكن أن يتداول على الأسهم، يمكن أن يمارس لعبة إلكترونية، يمكن أن يسكر، يمكن أن يدرس ويتعلم أيضا ويتعلم شيء جديدا، يمكن يتواصل اجتماعيا عوض الهاتف مثلا الذي كان بالماضي. حتى الساعة البيولوجية انقلبت الآن، مؤسسة التربوية تحديها الكبير الآن ليس فقط في التلاميذ، وإنما حتى في الأساتذة الشباب الآن، أن يكونوا جاهزين من ناحية البدنية على الساعة 8 صباحا للانطلاق في الدوام، لأنه كان سهران في الليل مع شبكة التواصل الاجتماعي، مع الانستغرام، مع فيسبوك، مع تيك توك، مع ألعاب الفيديو إلى آخره. بمعنى أنه لاحظ حتى الساعة البيولوجية تغيرت، حتى الذوق، حتى المزاج، حتى ردة الفعل والانفعال تغير تماما. هذا الاستهلاك الذي استهلكنا تماما من الواقع الاجتماعي المادي الذي اعتدناه إلى واقع افتراضي إلكتروني مختلف تماما ومغير تماما، أعتقد بأن هذه مسألة تحتاج الكثير من التفكير والكثير من التحليل. نعم أستاذ، حظ الوالدين وحظ الأسرة وحظ يعني معلم، كل من هو فاعل في التربية داخل المجتمع، في ظل هذه المتغيرات ما هو حظنا أستاذ؟ هل نركن إليها أم أننا لابد أن نبذل جهد مضاعف؟ المشكلة الجوهرية أن لدي سمارت فون، لدي كل أنواع، لابد أن نتحكم فيها حتى تمام. نتحكم في أبنائنا، وأنت نفس الشيء، وكل المحيط الاجتماعي يعيش نفس الشيء، ولكن هل من ينبغي أن نرسم قواعد لعبة جديدة نتموقع، وهذا ينبغي أن ندرس هذه الحياة الاجتماعية التي لم نختارها
وإنما فرضت علينا أن الثورة الإلكترونية. وأنا أعتقد أنه في الجزائر الإنسان ما قبل سنة 2014 وإنسان ما بعد سنة 2014 إنسان مغاير تماما. بمعنى اللحظة التي وجدت فيها مثلا من لو لا أعرف تذكر أم لا الانترنت والكونيكشن 15 والكنز 23 وغيرها المكلفة التي تقام لك 60,000 ساعة للساعة مثلا صحيح. ثم بعد ذلك تصبح الانترنت متاحة للجميع بهذه السلاسة وبهذا الانسياب. طبعا هذا واقع اجتماعي مختلف تماما صحيح. وفي بعض الأحيان التقنية هي التي تغير الأحكام، تغير فيك نظرتك للواقع، انفعالاتك، تحليلك للحياة الاجتماعية إلى آخره. لما طرأ على المجتمع مثلا سيارة أكيد طرأت على الانتقال المسافة من مكان من نقطة ألف لنقطة باء لحاجة يعني تماما. لما طرأت الكهرباء أصبحت حياة الليل ممكنة وأكثر سهولة وأكثر يسر صح. لكن لم تتغير كل الحياة الاجتماعية بسبب الكهرباء أو بسبب السيارة أو بسبب الهاتف أو بسبب التلغراف. لأول مرة في تاريخ البشرية منتج تقني يغير الحياة الاجتماعية للأبد مثل ما فعلته شبكات التواصل الاجتماعي. وانظر إلى الثورات وتغير الأمزجة والتأثير في الرأي العام في الانتخابات مثل الأمريكية على سبيل المثال. معنى ما فيش نقطة الرجوع أستاذ، لا يمكن نقطة الرجوع. نقطة الرجوع الوحيدة الممكنة هي انقطاع الكهرباء كلية عن العالم لسبب كوني الإلكترو خارج عن سيطرة مغناطيسي ولسبب ربما حرب كونية أو ما شابه. لكن الإنسان هاتي أصبحت من الخطوط الحمراء أكثر من استعمال نووي بالضبط، لأنه كل شيء سيتعطل بعد ذلك. وحرب تايوان أيضا نموج على هذا، لا يستطيع إنسان أن يتصور دخول إلى تايوان وهي التي تنتج الشيبس هذه الميكرو بروسيسور هذه التي نستهلكها ويستهلك العالم 67% مما تنتجه تايوان صغيرة يعني عملاقة في أكيد. وإلا سيتوقف كل شيء، الهواتف، الكاميرات، السيارات، كل شيء سيتوقف حاجة. بمعنى أنه أن نعود القهقرة في حياتنا الإلكترونية هاته. السمة الأخطر التي أراها بأن الدول الآن أصبحت تتنازل عن مرجعيتها حتى الدول الكبرى لصالح الشركات الإلكترونية انظر ماذا يحدث الآن في ناسا مثلا ينسحب الباحثون لصالح شركة أخرى عملاقة هي التي تمتلك الآن الأقمار الصناعية وتمتلك البيانات، وكلنا تحولنا إلى معطيات عندهم. تحركنا، منطقنا، جغرافياتنا، مناطقنا، كل شيء أصبحنا هذه الداتافيكيشن، تحويل كل الناس إلى مجرد بنى ومعطيات وبيانات. أستطيع من خلال كانت بسيطة من خلال فيسبوك أعرف في على الساعة 8 صباحا أو 8 ليلا أين هم الجزائريون، ماذا يفكرون، ما هي مذاقاتهم، ما هي النقاشات التي الآن عملية بحثية بسيطة تخبرك الخوارزميات الآن popular now يعني قم بعملية بسيطة تقول ما هي الآن هذه نقطة صح. ولكن إذا دفعت أموال معينة ستستطيع أن تعرف أكثر. فالعقل الذكي الإلكتروني أصبح يعرف عني وعنك أكثر مما نعرف عن أنفسنا وعن مجتمعاتنا عجل. وهذا هو الفرق بين الاستشراق التقليدي الأوريونتاليسم كلاسيك الذي كان يمارسه الكثير من الباحثين المشرقين يأتون مع يتنقلون على الجمال وعلى كذا ومع الخوف أن يفتك بهم إلى آخره. أصبحنا الآن نحن نقدم معلومات بطريقة مجانية ثم نتحول لترسم الخريطة النفسية والاجتماعية لمجتمعاتنا بكل بساطة. هذا ليس تخويفا ولكن على الأقل الإنسان أن يستعيد وعيه بأنه لا ينبغي أن يقبل أن يتحول إلى معطى وبيانات لصالح إنسان مهما يكون الإنسان. نعم، قبل أن نذهب إلى الفهرس باختصار، هل تراثنا يعني الديني وتراثنا الاجتماعي يسعفنا في أننا قد لا نذهب إلى هذه العدمية وهذه العبثية الموجودة الآن عند الغرب، أم أنه هذه يعني التراث أصبح لا يسعف الآن أيضا؟ مثلا هذه الحرب الاجتماعية ينبغي أن تواجه بمواجهة اجتماعية. البيت الخالي من الأنس الاجتماعي، الأب مشغول ومنغمس، الأم منغمسة في واقع إلكتروني آخر، كلنا أصبحت بيوتنا الآن مجموعة لو نرسمها من الواقع المادي البيت صحيح. مساحته 100 متر مربع مثلا، في مطبخ وكذا، بيت وكوزينة إلى آخره، لكن هذا في الواقع المادي. لكن لو أرسمه الآن بالواقع الافتراضي بالهندسة الاجتماعية الإلكترونية أستطيع أن أرسم الآن واقع مختلف. تجد بأنه نفس العائلة تعيش في نفس السقف من ناحية في الواقع المادي، ولكن في الواقع الإلكتروني لا تنتمي إلى نفس القرية ولا نفس المعمورة ولا نفس القارة ولا شيء، لا علاقة بين الأب والأم وابنائهم في هذا السياق. وهذا هو التحدي. أعتقد إذا استعاد مهما تكون هذه المعركة والمواجهة قوية، ولكن إذا استعاد البيت أنسه من ناحية الاجتماعية والنفسية وهدوءه فينا سنستطيع أن ننطلق في الكثير وننتصر في الكثير من المعارك التي تنتظرنا. ولكن إذا وصلت البيوت بهذه الوحشة وبهذه السنوات الضوئية الفاصلة بين الأب والأم والأبناء إلى آخره، طبعا الخير قادم يعني. لذلك
الأحلام. لذلك يتحدث عن المفكر الراحل الذي ذكرته عبد الوهاب المسيري عن علمنة الأسرة وتشييع الأسرة. نحن جزء منها الآن. أصبحنا جزء منها للأسف. أستاذ بأن أذهب إلى ركن الفهرست. الفهرست. نعم، لمن يريد أن يتوسع ربما في الموضوع، والأكيد أنه العديد من المختصين والباحثين قد ألفوا في هذا التغير وهذه الأشياء التي طرأت على المجتمعات العربية والإسلامية، ولكن في كتاب سيكولوجيا أدب وتربية للباحث فخور حديد أكتب على هذه وكيف تطور موضوع الأطفال.